عرف الحسن الثاني كيف يستفيد من ظروف الحرب الباردة على الصعيد الدولي، ولقد انحاز دون حرج إلى الجانب الأمريكي، وفي الوقت نفسه أقام مع الاتحاد السوفيتي علاقات استعادت هدوءها. ولكن العلاقات الفضلة التي طورها الحسن الثاني كانت مع فرنسا في عهد الجنرال ديغول وفئة من نخبها الإعلامية والمالية. كان ينظر إليه في الأوساط الفرنسية ذات النفوذ على أنه الصديق الودود. لكن كيف وقع التحول؟ فقد جاء حدث هام ليعكر صفو العلاقات بين النخبة الفرنسية الإعلامية والسياسية وصديقها الودود، يعني أقصد الحسن الثاني. ففي شهر سبتمبر 1990 تسبب الكاتب الفرنسي جيل بيرو بإعصار عبر كتابه صديقنا الملك، وبإحداث منعطف خطير في قضية حقوق الإنسان والتي كانت قد شهدتها سنوات الرصاص بما فيها، حسب العبارة التي اشتهرت فيما بعد. واكتشف الفرنسيون عندها الوجه المظلم لأمير المؤمنين الذي كان في الظاهر يجسد الإسلام المنفتح ويتحدث بلغة فرنسية راقية ويدخن السجائر الواحدة تلو الآخر ويعارض اندماج المغاربة في المجتمع الفرنسي. كتاب جيل بيرو أماط اللتام عن أسرار الحسن الثاني بكل براعة الكاتب المعروفة، وكشف وجها آخر من المغرب مختلف تماما عن البطاقة السياحية الجميلة التقليدية في مخيلات العديد من الفرنسيين. وردت في الكتاب حكايات سجن تزمامات في جنوب المغرب، حيث احتجز العشرات من الأشخاص لأكثر من 18 عاما، بعبارات تقشعر لها الأبدان، حياة محطمة لمئات من المعارضين اليساريين والصحراويين الذين تم رميهم في سجون المملكة منذ بداية السبعينات، ومصير عائلة أفقير، ومنهم طفل عمره 3 سنوات واسمه عبد اللطيف أفقير، والتي سجنت أكثر من 18 عاما في ظروف غير إنسانية. كان ذلك انكشف على الملأ وأمام المجتمع الفرنسي وأمام العالم. وأدان الكتاب الاغتيالات السياسية كما أدان الأوضاع الاجتماعية والفقر المدقع لغالبية الشعب المغربي. ومع أنه اهتز للصدمة التي ألحقها به الكتاب الفاضح والصادر بعد أقل من عام عن سقوط جدار برلين، لم ينطوي الحسن الثاني على نفسه، بل بالعكس قام بعد ذلك بأشهر معدودة بإطلاق سراح كل المعتقلين، وأصدر عام 1992 دستورا جديدا يعترف في ديباجته بعالمية لحقوق الإنسان، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في العالم العربي. ولقد جعلت هذه المهارة عددا كبيرا من المرافقين والمراقبين يعتبرون الحسن الثاني أفضل من تدبر أموره بين قادة المغرب في قلب منطقة غير مستعرة، حرب أهلية في الجزائر ونظام القذافي غير المرغوب فيه. وفي مارس 1998 عين عبد الرحمن اليوسفي زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يدين بالولاء لابن بركة وزيرا أول. وبعدها بسنة توفي الحسن الثاني، ومشى في جنازته الجليلة ملايين المغاربة، كما شارك في المأتم القادة الرئيسيون في العالم من الأمريكي بيل كلينتون إلى الفرنسي جاك شيراك، مرورا بالجزائري عبد العزيز بوتفليقة. جنازة رجل دولة متعدد الأوجه، شخصية انفصامية طاغية بالنسبة للرعايا، وصديق ودود لأصدقائه، كما يصفه الصحفي والجامع المغربي عمر بروسكي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.